احنا الحمد لله العامة يعطونا، المعوق يعطونا، المطلق يعطونا، العلاج مجانا، الدراسة مجانا، المش عارف في قصور، في قصور. انت من جالس في جنة نعيم تريد الجنة اللي ما فيها قصور؟ اعمل يا اخي، اتق الله واستقم على امره حتى تدخل الجنة. اما الدنيا لحالها، يعني لو استلم الحكم المعارض هذا نفسه راح ينتهي الفساد من البلاد؟ لا، البيوت فيها قصور، اخلاقنا فيها قصور، اللي يقوم يصلي واللي ما يقوم يصلي، عيالنا، بناتنا، هالاسواق وهالجامعات وهالتبرج وهالسفور وهالمشاكل وهالرشاوي، هذا كل الحاكم مسويها. الشعب نفسه في خطا، في تقصير. ما يمسكون جمعيه تعاونيه الا تنافسوا عليه، اللي سرق واللي اخذ واللي اختلس، ما يمسكون مقصف مدرسه الا خذ حق نفسه. كل وزاره، كل اداره في شلليه، وفي ناس تاخذ، ناس تعطي، ناس تقدم، ناس على ناس، وناس تدخل وسط. هذا فساد موجود في الكل. لا تبرئ نفسك تكلم على الفساد الاخر كانك انت 100%.